يصلح وما هو ذي بحر حتى حاجة فتحنا من جيز الناس وانتو اخوتنا وانتو اصحابنا وانتو اعزهم يا خلق الله وانتو رجال حب المادر بس بالغوام المرة منقوصي عليتو ونجيتو ما هو الذي يصلح مصلحه الناس عايتو سواء يتو صبره يتو ما هو الذي يصلح يصلح والناس والناس ما جو الله حنجي وصلح يا خلق الله الناس يستوصل يسير والناس ويجوا وهم هاجعين يسير والناس يبسروا الموقف خايفون يسير والناس يبسروا من دخلوا دخلوا من خرجوا خرجوا ما هو الذي قاعد يبحلوا الناس وسلامتكم تسلم تسلم سلامة الوجيه وانتو بيض الله وجيهكم ما قصرتوا هذا المحاقات مبان الوجيه الناس يهبوا على الناس الموقف كده انتو قالين به للسنتين وهو بيتبطل خالد محسن ومن لا ولاه من بيت علي اللي حصل قد حصل وهم اما في ساقيتكم ان والله بيت علي يدولنا غريب ويقولوا غريمكم فلا فرقموا عليه وما ضربتوه وما تشتوا عليهم وان بيت علي متبطلي وقالت انهنيك ويشتي غريق يديني بنادك توب بنادك دبر بنادك دك ما نام راعيله وانا ذا حافظ صاير لا بنرتب عليه ولا بنادقنا قارحة الدنيا فاهنة واقفين في بيوتنا وانتو بدل ما تسيروا لا عندهم جايين تهونة واحنا واقفين ما بش عندنا شيء من انا قتل واحنا بالحق غريمة وهذا علمنا وسلامتكم سلام سلام حبيبك الله احنا بالنسبة لنا احنا بنقول ما هو اللي يصلح يصلح والناس صلحوا ما اشتيتوا اسمع يا عزيزي محمد انت غريم قبالهم واضح قلتوا لنا فلن واحنا قلنا حمد الله فوق الله ما يتم القح ولا ما يتم السنية يا شيخ محمد اشتوا يعني يفتحوا الناس يطرحوا الصايب بنادق يطرحوا الناس بنادق وبعدها يتحاكوا السنة الصلح بنادق ما نشتي بنادق ما يقع الكلام هذا محمد الا بعد صلح احنا كلامنا واضح نقول لكم طيب يا محمد صالح يحكموا على غريم معروف غريمكم بلا قالوا ما هو غير ما انا بيت علي كلهم قالوا هم غنى ما يقبوا واحنا ما طلبتم بعد هذا الخبر قول من ذلك يا شيخ محمد انتم ما بالحين تجي تقول لي ان احنا واقفين ما بنسوي ولا اي شيء قتلوا ابننا واحنا واقفين حافظ صايم يا شيخ محمد صل على رسول الله اللهم صل عليه هذا الوجوه كلها جو حنج اخا واجب اسمعني اخا واجب علينا ما فضل ولا اي منه الناس يشتوا منكم صلح صلح ابيات شريف نظيف مثل سنة القبائل لا نبتع ولا نختم احنا انت تطي صلح وبعد الصلح اطلب طلبك عند طلبك من جنة لا صلح لا سنة القبائل محمد صالح ما قد بنكش ما قد بنكش للحين واحنا لذا جاوبنا عليكم ما قد جاوب علينا احنا معنا خادم اسمعني يا اخي صلي على رسول الله والله نبدع يا عزي اثبت لينا شوي كواحي يا شخص الحمد لله ما حد يسمع عينك بكلامك انا غني ماشي كلام احنا نجاوب حق الله عبد الله لا مسكت شوي كواحي اسمع احنا جينا فعل خي ولا تحايرني ولا جينا نغويك ولا جينا نغويك احنا جينا للشرع القبيلة الذي تعرفوا رأس أنتم يا غولة رأس القبيلة أنتم احنا جينا لها لا تضلل علينا بحقك المقتول يا مغلاك وفهمها لا علمك يا محمد صالح ان أنتم بيت علي أخوه وذراية ودقراية لا تطولوا في الهدى جينا فرع كرع احنا ما جينا نسمع منك ولا عسعى منك يعني بندقك كارحة ولا مش كارحة أنت ناوي شر وناوي الشر هذا يجب أن يقرعوها الناس قبل ما يقع بعد الاول وانت مبيت شر ودمك كاهر على بيت علي واحنا ما نشتك تدخوه وتغلط في غيره ان معك غري نصيت على اول واسطه تدي ونفعل كل شيء لك ما بش معك غري في شرع الناس باين علي بتطلبوا وتتحزوا منه احنا لكم ندي من طلبتوا من بيت علي من طلبتوا اكتبوا لنا صلح افعلوا لنا شيء يبيضوا شيء هنا وافرضوا علينا ولي تفرضوه عن بزم من داخل بيته مداء ولا طيبة نفس هذا الذي نشتيه وارجوكم رجع
ان انتم تقدروا ذلو شو من حاشد ومن بقي، ما قلت الا في صلاحكم يا اخوله. ولادي شوف لا تفتحوا شر، والله ان ابلس مفتوح، ابلس مفتوح على والشر حصر. ان قلتوا واحد ولا اثنين ما هي مجارنه، وان قلتوا ابنكم جفاه الواقع في يوم ابيض بيديه، وان قلتوا غرم معني، والله ما يدي ذك اي واحد، الغرم حيجي. ودشتوا الغوله بيت علي لحب السم ضربه، عن حب السم دوله ناصر. سلامتكم. على ذي الغوله. سو كل المكان. احنا صلح ما بانتي، صلح بانتي لكم درك. وبالنسبه اسمعني ما والله لا ولا درك. انظروا مكانهم. اسمعوا كل واحد. درك 15 يوم. بالنسبه لم قريب كنت بنزل خالد محسن ويصفي نفسه هو. اسمعوا. يصفي نفسه هو اصحابه. وهذا علمنا وسلامتكم وتقدير لكم. اسمعوا 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 عقلوا. انتم وصل من حاشد وبكي ومن رجال القبيله حيا بكم. احنا يا خبر عندو وصلتوا واهلا وسهلا بكم. القبيله ابن عويدي يطلب غريم خالد محسن. انتوا توكلوا بالله يا هذه القبائل، وخالد محسن يتوكل على الله ويدخل طريق الدوله. احنا كنا كسرنا له عند امس، قلنا له يا خالد محسن ابن عويدان بيطلبوك وبيقول انت غريمه. توكل على الله وضم الناس واحكم دم الناس وادخل الدوله. قال توكلنا على الله اذا قد نيابة اصون بيت عويدان وبيت علي فانا مستعد. شو لنا من دار من اصحابنا بيت علي مع احترامي لهم. والله ما هو خالد قال قلت له عملكم عنده. هذه يسلوا الناس هذا المعصوم. لكن توكلوا بالله يا خالد بن حسن ابن عويدي وانتم وصلتوا لا هذه الساحه ولا هذا المقعد. حيا بكم واعز من جانا واغلى من جانا. خالد بن حسن توكل على الله لا هو شيء مخوته وقبيلته دخل الدوله كما دخل الدوله هذا القبيله. ما انت مكانكم هنيه وابشروا ما ضربتوا. قلت لي بنادق سواء ومصلح ابشروا به وسلامتكم. الناس يبكعوا يعني على على سلاف وعلى القبائل. ابتعد دوله ناصر احمد تبني واحد مع محمد صالح. اوصي انا لكم ما اوصي ما ضربت عن الحلف. نحن انا بوقنا وحنا انا ما ندخل لا وتحلينا قضيه. بس سلامتكم حول محمد صالح. عندي محجر لا خضار صالح زمان التاكل المصري.